عليك يا عبد الغني. الله يسلمهم راس. ايه ده كله ده واحنا عاجلين على السفنه؟ الف حمد لله على السلامه. ازيك يا عم حسان؟ اهلا. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك بركتك احتينا بالسلامه. الله يحفظك. واوروبا فلمت ومصر كلها نورت. ربنا ينور قلبك بزياره النبي ان شاء الله. الله يخليك. الله يحفظك. قول لي يا عبد الغني، امال بابا فين؟ استنظرك بإبس 10 ما جيتش، في ركاب 11 ما جيتش، في قشاش 11 ونص ما جيتش، وجبت صلاة الجمعة. أصل الطيارة تعطلت في روما فوصلنا بس متأخرين. أنا ياسر مش هلحق صلاة الجمعة. أنت لسه هتصلي؟ أمال يا عبد الغني؟ وكنت هتصلي في أضاليا؟ أنا ما فديش ولا فرق. وكنت هتعرف القبلة إزاي؟ وصلني يا عبد الله الجامع أبشر البيه الكبير. ازيك يا ليلى؟ ازيك؟ وحشاني. يا صلاة النبي يا صلاة الزين. أهل. على نبيك حين العين. اهلا اهلا خالتم الهنا. ازيك يا خالتم الهنا؟ ازيك يا حبيبي سلم عمرك. وحشاني وحشني كلكم. شوف شو خد الشنطة خالتم الهنا طلعيهم على فوق. شد حيلك يا سلامة. غضتني يا تعبان. خلاص يا ستي فاضل حاجة واحدة بس. اهي. ها ايه رأيك بقى؟ الله حلوة خالص. ميرسي يا وحيد. وجبت ايه لبابا؟ سجادة صغيرة عشان يصلي عليها. وايه كمان؟ شهادة عالية. مبروك يا وحيد. خلاص يا ستي أنا بقيت خبير في الإصلاح الزراعي ونلت دبلوم مع درجة الشرف. وبابا ما يهموش إلا شرف. وايه يا وحيد؟ بس كلام في سرك يا خبر. الله انت فهمت ايه؟ تكونش كتبت واحده فرنجيه. انا كنت فاضي للكلام ده. ده انا كمان درست الموسيقى وانت عارفه ان دي غيتي من صغري. وهو معقول اكون في ايطاليا واضيع من ايدي فرصه زي دي؟ طب الحمد لله اللي جت على كده. بس اوعى تقول لبعض. ما تخافيش قولي لي دلوقتي انت اخبارك ايه؟ انا اتخطبت يا وحيد. الف مبروك يا ليلى. الف مبروك. لمين؟ للشيخ صالح ياسين. انا هو فيهم الوسطاني كامل. ايوه ده شاب لطيف. ده صاحبي خالص. ما انا عارفه. انت لازم كنت بتشوفيه لما كنا نيجي نذاكر سوا هنا. لا يا وحيد ابدا. لا انا متاكد انك شفتيه مره واحده. ما شفتهوش بعد كده؟ مره كمان. فين؟ من ورا الشيش. كان ركب الحصان ورايح يمر على الزراعه. وكانت دي اخر مره؟ ومره كمان وهو راجع من الغيط. من ورا الشيش؟ لا من ورا الازاز. يعني هو شاف. ابو سيدك ما تقولش لبابا. مبروك يا ليلى. عقبالك يا وحيد. بابا جه. بابا يا سعفاف هتضرب الاضواط. اصل ايه؟ اصل سيد وحيد جه بالسلامه. قمت ترقص وتتحزم زي الغواشي؟ كنت نادرها يا سيدي. كلام فارغ. سعيكم مشكور. بابا. الحمد لله بالسلامة. نورت البلد يا سي وحيد. الله يخليك يا عم حسان. ما شاء الله صحتك كويسة. دي بركة دعواتك الصالحة يا بابا. يا عبد الغني. عبد الغني. يا عبد الغني. عبد الغني. أفندم. شيل الحشام اللي بحزم بيه وسطك. روح دار الشيخ صالح قول لهم يتفضلوا على الغداء. يا نعم يا نعم. رايح دار عم الشيخ صالح ابو سكامل. ده ما تعوقش من عيني. اصل مدير الشركه قابلني في روما وطلب مني اني اتعاون معاه. مدير الشركه ده ما لقاش خبير غيرك؟ لاني هحل محل خبير اجنبي. الشركة دي اسمها ايه؟ اسمها شركة تعمير الأراضي. مركزها فين؟ في مصر. في مصر؟ يعني هتسكن في مصر؟ أيوه. يا ابني مش كنت تقعد هنا علشان تباشر أمور الزراعة بنفسك؟ ما هو البركة في حضرتك يا بابا. وهتنزل إمتى؟ بعد أسبوع. وهتسكن فين؟ هاخد شقة. ومين اللي هيخدمك؟ والله فكرت آخد معايا عبد الغني.
عبد الغني. بعد اذن حضرتك طبعا. ابني لكن في مصر حيلزمك مصروف كل شهر. لا يا بابا ما تفكرش في الناحيه دي ابدا، انا مرتبي يكفيني وزياده. انت هيك مش عاوز تتجوز؟ والله يا بابا انا لسه ما فكرتش في الموضوع ده ابدا. ما علينا، المهم اني اسمع عنك كل خير، ونصيحتي لك مش هتتغير. الاخلاص في عملك والمحافظه على سمعتك والتمسك بالفضيله والشرف. ان شاء الله يا بابا. يلا يا بابا، ربنا يوفقك. يظهر بيانو على الشد. بس تضرب. الله بتعمل ايه يا جدعان؟ هشد لك البيانو. قصدي الاوتار هي اللي عايزه شد. الاوتار زي الربابه يعني. تمام يا نبيل. الو اهلا عزت. يا اخي انت فين؟ انت رزقك في رجليك. اسمع انا عازمك على الغدا. زغليل هتاكل صوابعك وراه. لا متشكر، انا اتغديت والحمد لله. يوه انت هتفضل لخمل امتى بس؟ بقول لك زغليل اتنين، انا واحده وانت واحده. فهمت. تبعتها؟ تبعتها فين يا جدع انت؟ هو انا فاضي؟ جاي من الشغل تعبان وحياتك. يا سيدي افهم، اصلي مضطر انزل عشان عايز اجيب واحد يصلح لي البيانو. عايز حد من عندكم يشد البيانو عندي في البيت. العنوان من فضلك. اتفضل. حاضر. برافو برافو مادموازيل. متشكرة. تبعتوه النهاردة؟ حالا يا فندم، وهنجيب البيانو القديم. والفرق كام؟ 120 جنيه، الفاتورة هتروح مع البيانو. متشكر. العفو يا فندم. نهارك سعيد. شرفت يا مادموازيل. شمهدان ده تمثال ملاك، اشتريته عشان بيفكرني بالملاك اللي انا بحبه. انت هتحب ملاك؟ انا دلوقتي بحب اجمل ملاك. عقبال يا ربنا وخاطرك. شيل ده كله من هنا. شيل. حاضر حاضر. سلام، لو تعرف مين اللي اوحالي بيه. مين بقى يا سيدي؟ ملاك. ايه ملاك؟ ما هو انت طبعا مش ممكن تتصور شكل ملاك، لكن انا اقدر اوصفه لك لان شفته بعناية. في الحلم؟ لا، في محل البيانو. انت سكران؟ ايوه سكران.
سكران من رقتها، سكران من جمالها. هدي الخمرة الحلال اللي تنعش القلب وتداع بالخيال. الله الله، وبتقول شعر كمان. هي فعلا قصيدة من الشعر، الودن تعشقها قبل العين. هي مين دي؟ اسمها ايه؟ لا لا لا، هدي بقى اللي مش ممكن تعرفها ابدا، مش ممكن. ما فيش واحدة في البلد ما عرفهاش. لا يا حبيبي، دي مش من اياهم، دي حاجة تانية خالص. ما تقوليش تانية ولا تالتة، كلهم صنف واحد. لا 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 لا، كله الا دي. هدي ما اسمحلكش ابدا بقى. المهم خدت منها معاد؟ الله ينكد عليك يا اخي، هي دي بتاعت مواعيد. كلمتها؟ انا ما كنتش داري بنفسي. امال عملت ايه؟ فضلت واقف في مطرح. وهي ابتسمت لي. ها وبعدين؟ ابتسمت لها. جميل، وبعدين؟ خرجت من المحل. خرجت وراها. تمام. عال، وبعدين؟ وهي بتركب الاوتومبيل ابتسمت لي مره كمان. حلو، وبعدين؟ ركب ابوها. اخس، وبعدين؟ كشر لي. طز. وبعدين مشيت العربيه. خدت تاكسي وراها؟ لا، فضلت واقف في مطرحي. خدت نمره العربيه؟ ابدا. امال عملت ايه؟ ولا حاجه. ايه بس يا عزت؟ اسمع من فضلك، انت ابتداء من النهارده لا انت صاحبي ولا انا اعرفك. يا اخي هتسوق سمعتي في البلد، هتعلمني على الاستقامه. انا متاسف يا عزت. بقى يا راجل، اول واحده قلبك يملها تبحلق فيها وخلاص؟ هتقابلها بعد كده ازاي؟ مسيري قابل؟ لا، انت بكره تروح محل البيانو وتاخد عنوانها من هناك، مفهوم؟ فكره كويسه قوي. طيب يلا بينا بقى. على فين؟ على الاوبرج نتعشى. لا يا اخويا روح انت، انا ورايا لحن وعايز اكمله. اسمع مني، هوريك واحده تهوس. يا حبيبي انا مالي مال الكلام ده، روح انت. انت حر، خليك في احلامك. الوداع. مع السلامه يا عزم. اسمع، وفواجرا وكافيار وشوية توست. المفروض طلب ست. عن اذنكم. على فين؟ تليفون. الو ميمي. الو. الو. مين ده؟ ده ابن المرحوم حسن باشا النابلسي، وارث من ابوه 100,000 جنيه كاش. ظريف ها؟ قوي.
خير؟ رغدة من البيت. هي العيلة رجعت من العزبة؟ لا، دول سألوا عليا في التليفون ملقونيش، أظن راجعين بكرة. إيه، أنتوا مش ناويين ترقصوا ولا إيه؟ أوي؟ اسمحي. حلوة بس وراها واحدة زي المنشار، طلعة واكلة نازلة واكلة. انا وصلت لك على بروش ب200 جنيه كده. قوليلي، هو العجوز هيروح معاها الليلة؟ ما تحاولش. وبعدين بقالي سنة دورك لسه ما جاش. ده طول معاها قوي، فلوسه كتير. في على ذوقها تمشي مع راجل قد ابوها؟ ماله، راجل مليونير. مليونير؟ يا بختها. انا مستعد لكل طلباتك. وبعدين وياك بقى؟ اسمعي، اقدر ازورها الليله؟ لا، محدش يروح لها البيت. طب عندي؟ لا، ولا عندك. امال فين؟ اسمع، هما بكره هيجوا يتغدوا عندي في البيت. يمكن اقدر ازحلقوا. اجي الساعه كام؟ هعمل لك تليفون. ميرسي يا ميمي، ميرسي قوي. خلينا. برافو برافو. في صحتك. في صحتك. في صحتكم. زي الصح. اي خد؟ جلايل. لونه ابيض ثابت. بوكيه. بسرعه يا محمد. ايوه يا فندم. جلايل لونه ابيض ثابت. بوكيه. بكام؟ باي حاجه. بجنيه مثلا؟ مثلا. مادموزيل. افندم، عاوز تقول حاجة؟ أيوة، أنا عايز أدي لحضرتك تذكرة دعوة لحفلة في الأوبرا. ليه أنا؟ ولوالدك طبعاً. والدي؟ أيوة، أنا لمحته قاعد في العربية، لكن هو ما شافنيش. أنا متأسفة. هو إيه؟ ما بيحبش يسهر؟ لا بيسهر بس. ما بيسمحلكيش تخرجي بالليل؟ أرجوكي، أنا يهمني أوي تكوني موجودة في الحفلة، لأني هغني، والغنوة دي استلهمتها من اللحن اللي كنت بتضربيه امبارح في محل البيانو. طيب يا استاذ. وحيد، اسمي وحيد. هحاول اجي. انا متشكر، ده شرف كبير ليا. الورد يا فندم. ودي العربيه. الورد يا فندم. ودي العربيه. استني من فضلك. تسمحي، هديه بسيطه مني. ميرسي. ده والدك. طبعا اذنك. مفيش حد في البنوار يا سيدي. انا خايف ليكون ابوها زعلها. اكيد لازم زعلها، لانها قبلت دعوه واحد ما تعرفوش. بذمتي انت صعبان عليا. اسمع مني، جرب الصنف بتاعي وانت تستريح. استاذ وحيد، استعد من فضلك. جاهز. انت نازل الصاله؟ لا، هسمعك من ورا الكواليس. طيب وحياتك، روح شوفها اذا كانت جت عبال ما اجيب العود بتاعي بس. حاضر. مسكين عبيط الحب. Thank you.
اكتب لي معاك مين يعرف ايه حظنا وياك مين يعرف ايه مكتوب لي معاك مين يعرف ايه حظنا في اللي حجرة ونعيش هيمين في خيال الغيب الغيب راح يجي مع بكرة واللي حيجرى لنا فيه مكتوب ليه بنفكر في اللي حجرة ونعيش هيمين في خيال الغيب الغيب راح يجي مع بكرة واللي حيجرى لنا فيه مكتوب لو عهدك عالحب عاجبني يمكن تتهنى وتساعدني لو عهدك عالحب عاجبني يمكن تتهنى وتساعدني عهد الهوى فيه فرحي وهناك مين يعرف مين يعرف مين يعرف عذاب وشجن وفراق وألم ما تيلا يا روحي نفرح بيه قبل ما تتويه منا الأيام العمر يومين ليه راح نقضيه في عذاب وشجن وفراق وألم ما تيلا يا روحي نفرح بيه قبل ما تطويه منا الأيام ده انت الإلهام وأنا الأنغام مش يمكن تساعدنا الأيام ده انت الإلهام وأنا الأنغام مش يمكن تساعدنا الأيام عهد الهوى فيه فرحي وهناك مين يعرف حرم سعادتك وست صغيرة وصلوا مصر من شوية. عارف ان انا هنا؟ لا يا فندم. انا جاي اسبقني على العربية. حاضر يا فندم. مين يا رب؟ مين يا رب؟ مين يا رب؟ مين يا رب؟
أنا أمل وخيال وجمال. خلينا نقول كل من هو ده العمر خيال وبنجري وراه. خلينا نقول كل من هو ده العمر خيال وبنجري وراه. عهد الهوى فيه فرحي وغلال. مين يعرف؟ مين يعرف؟ مين يعرف؟ مين المدير ما يديش اسم للصحفيين علشان والدي ما يعرفش، وانا جاي لك حالا. طيب. استاذ وحيد. برافو، كنت عظيم جدا. الفضل لك انت وللنغم الجميل اللي سمعته منك. أما الكلام اللي قلته في الغنوة ده مجرد محاولة للتعبير عن شعوري. سامحيني إذا كنت أحرجتك قدام والدك غصب عني. اتهيأ لي إنك موجودة لوحدك، بقيت شاعر إن قلبك بيردد معايا الكلام، بقيت عايش في حلم جميل لدرجة إني ما حسيتش بالناس هما بسقفوا قد ما حسيت بدموعك وهي بتهنيني. عن إذنك. كان يسعدني أوصلك لغاية الباب، لكن أنا عارف إن والدك مستنيك في العربية. تصبح على خير. يا ترى هشوفك تاني؟ أرجوك ما تحاولش ولا أسمع صوتك. ممكن تكلميني في التليفون بكرة الصبح. مع السلامة. وهي دي الحكاية اللي مزعلك قوي؟ بعد شوية يلحن استعراض عن النغم اللي بتحبه ويؤلف غنوة يقعد يقول لها أنت الإلهام وانا الانغام، وما يختشيش على دمه ويقعد يبحلق فيها ولا كاني موجود. ما يبحلق ما يقول، وهي بتاكل من الكلام ده. ايوه كانت قاعده سرحانه وجسمها بيترعش بردانه. لكن الحق عليك انت، كان حقك تديها كاس قبل ما تروحه. ولما رجعت الاوبرا الساعه 11 ما كانتش في البنوار. ايه يعني خرجت معاه؟ مين عارف. مساء الخير يا صفية. مساء الخير يا فندم. اعملي لي فنجان شاي واقفلي الشباك اللي هناك ده. مش قلت لك بردانة؟ جالك كلامي؟ تعال. برافو برافو برافو. الله، انت هنا؟ مش قلت لي ان مراتك وبنتك رجعوا من العزبة؟ ايوه، لكن هو يقدر على بعدك ثانية. اقلعي يا روحي اقلعي. هقلعه فوق، اصلي بردان. ايه مش بدفيكي؟ معلش، بكره بهجة ان شاء الله هجيب لك بلط فرير معتبر. عن اذنكم. سهير.
عاوز ايه؟ الشاي يا فندم. طلعي فوق. مالك يا حبيبتي؟ مفيش حاجة. مش ناوية تتعشي؟ ماليش نفس دلوقتي. يا روحي بهجت هيفتح نفسك. مش عاوزة اتعشى، أنا هنام بدري. الله سهير، ترى إيه يا حبيبتي؟ مش عيب يعني؟ حرام أنام بدري، بقول لكم تعبانة تعبانة. مالك بس؟ بتعيطي ليه؟ حصل إيه؟ هما زعلوكي؟ وإيه يعني لما يزعلوني؟ ما انا عايشه للناس تبيع وتشتري فيا. انزلي انت تحت. انت بتعيطي؟ ابدا. امال مالك؟ ولا حاجه. بهجت مستني. مستني؟ مستني حاجه عجيبه؟ يا ناس مش كده، ارحموا شويه. وانت ما رحمتيهش ليه لما صرف عليكي دم قلبه؟ انا ما طلبتش منه حاجه. انت ما طلبتيش حاجه، لكن انا بقيت اطلب. قولي لي يا حبيبتي، مين اللي متنغنغ في الحرير، انا ولا انت؟ مش عاوزه الحرير ده يا ستي، احب اسيب لك البيت دلوقتي. يا سلام، قد كده زهقتي مننا؟ مش عايزه تشوفينا خالص. ان ما كانش عاجبك بهجت نجيب لك كده ولد حليوه يقول لك انت الالهام وانا الانغام. انا حره؟ لا ما انتش حره، انت عارفه نفسك كويس. ايوه انا عارفه نفسي كويس، لكن بطلب من ربنا ينقذني من اللي انا فيه. نفسي اعيش نظيفه شريفه مع واحد بيحبني من قلبه. ومين ده اللي هيحبك من قلبه؟ مين اللي هيقبل يتجوز واحده زيك انت؟ ان كان مغشوش فيك النهارده بكره هيفتح ويرميكي رميه الكلاب، ترجعي للفقر اللي كنت فيه، ترجعي تاني على اسكندريه لامك العاجزه واخواتك الايتام، هتصرفي عليهم منين؟ فوقي يا حبيبتي فتحي، انت وراكي عيلة مسؤولة منك، انت عايزاهم يموتوا من الجوع؟ يلا يا حبيبتي امسحي دموعك وصلحي شعرك، لحسن بهجة واخد على خاطره منك قوي. خلاص صافية لبن كده؟ طيب خد ال 100 جنيه دول وبكرة هتشتري لي كرافتة. ميرسي. تعال اطلع لها انت فوق علشان هي قاعده لوحديها، وانا هضرب تليفون لوحده صاحبتي وهروح بعد كده على طول. تصبح على خير. وانت من اهله. الو، انت لسه صاحي؟ هو انا هيجي لي نوم؟ ده انا قاعد على نار. ايه؟ موجود معاها؟ مش ممكن. اسمع بس، انا جايه لك حالا هتفاهم معاك. هو ده اسمه كلام؟ يوم اجازتك من الشركه تقضي النهار كله جنب التليفون؟ انا خايف لكونه ضربوا تليفون واحنا نايمين. واحنا شفنا النوم ده، انت مصحينا من نجمه. الو الو الو، هي ما بردوش. مش هتسافر على البلد؟ بعدين بعدين. احضر لك الشنطه؟ روح اعمل لي فنجان قهوه دلوقتي. حاضر. الساعه بقت كام يا صفيه؟ 10:30. انت مش ناويه تكلمي برضو؟ زمانه مستني على التليفون. اكلمه ازاي واقول له ايه؟ انت مش بتحبيه؟ ايوه، لكن انا ما استاهلش انه يحبني. قهوه. الو، مين؟ عبد الحفيظ؟ لا يا ستي، النمره غلط. قهوه هتبرد، خليها تبرد. الو، مين؟ عبد الحفيظ. وبعدين بقى يا ست هانم، النمره غلط قلنا لك. هسخن لك القهوه. مش عايز قهوه، انا واصل لحد محل البيانو وهرجع بسرعه. الو الو، عبد الحفيظ يا ست، النمره غلط. يا بيه.
اشرب انا القهوة. الو الو، انت برضيتي يا ست النمرة؟ غلط، عاوزة مين؟ استاذ وحيد، يا نهار ابو الاسود. حاضر. الو الو، النمرة النوبات صح، خليك على السماعة، انا حنادي الاستاذ وحيد حالا. استاذ وحيد، استاذ وحيد، يا استاذ وحيد، استاذ وحيد، التليفون عاوز حضرتك. في الو، مين؟ انا صفية. الست ما قدرتش تتكلم، هي نزلت دلوقتي. ايوه الوحدة. انا اقول لك راحت فين. ايوه، متشكر متشكر جدا يا صفية، هروح لها حالا. سعيدة يا صفية. يا نصيب اشرب العصفورة. قول الحق. أنا كنت ماشي هنا بالصدفة فشفتك. أبدا، صفية هي اللي قالت لك. متأسف، ما كانش صح أكدب عليكي. أنا زعلان منك. ليه ما كلمتنيش بالتليفون؟ أنا عارف، عارف كل حاجة. لازم بابا كان موجود في البيت. تعرفي امبارح ما جانيش نوم. طول الليل وأنا قاعدة أفكر. وبقيت اقول لروحي يا ترى هي دلوقتي عامله ايه؟ صاحيه ولا نايمه؟ واذا كانت صاحيه بتفكر فيا؟ يا ترى صحيح هتكلمني بكره؟ وبعدين اسال نفسي وليه هتكلمك؟ سؤال حيرني وبقيت خايف اجاوب عليه. واخيرا اتجرأت وقلت يمكن بتفكر فيا. وعلى الامل ده غمضت عينيا وعشت في حلم جميل. وفجاه فقت نفسي. طب وليه هتفكر فيا؟ في شبان كتير احسن مني ويمكن بتحب غيري. لكن ارجع واقول طب ما في بنات كتير غيرها، ليه انا ما حبيتش واحده منهم؟ ليه؟ لاني ما شفتش اجمل وارق منك. قمتي ليه؟ خايفه حد يشوفنا؟ عاوز ارجع البيت. اسمك ايه يا حبيبتي؟ ميرف. خد يا ميرف. وانتي اسمك ايه؟ اسمي امال. ميرسي يا قبر. ميرف، تعرفي دي اول مرة اسمع اسمك فيها. ايوه. بتفكري في ايه؟ بفكر في أيام زمان لما كنت صغيرة. كل واحد منا له طفولة ودايما يحن لها. دي الفترة الوحيدة اللي ما يحاولش ينساها أو يهرب من ذكرياتها. أنا شايفك متضايقة، ويا ريتك تساعديني وتقبلي نقضي اليوم سوا. حسدونا في حبنا، أنا وأنت لوحدنا، حسدونا في حبنا، ويا ريتهم زينا، ويا ريتهم زينا، ويا ريتهم زينا، ويا ريتهم زينا. النسمة تموت
اكتب في عينيك ان احنا لبعضنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. انا عارف انك ليا واحلف على كده بعناية كده بعناية. انا عارف انك ليا واحلف على كده بعناية واحلف على كده بعناية. ولا يوم راح تقسى عليا ده غرمنا في دمنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. هشيلك جوا عيوني هغطي عليك بكفوني راح اشيلك جوا عيوني هغطي عليك بكفوني. وان حتى الكل فاتوني انا راضي بحظنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. نغمة في غنوة سرحة في الدنيا الحلوة سرحة في الدنيا الحلوة. أنا وأنت نغمة في غنوة سرحة في الدنيا الحلوة سرحة في الدنيا الحلوة. دي الدنيا بحالها ما تسوى ولا لحظة في حبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. ليلى وحيد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتأخرت كده ليه؟ الله أكبر. قولي لي ما عرفتيش كاتبه كتابك امتى؟ ابدا. بتشوفي كامل؟ ابدا. ما بيوحشكيش؟ يا سلام عليك يا وحيد. بقى بذمتك ما بتتمنيش لا تفوت من تحت الشباك؟ وحيد اخسى عليك. طب قولي لي بالحق انت بتحبي كامل؟ وطي صوتك لحسن بابا يدخل على غفله. انت بتحبي كامل؟ ايوه يا وحيد. يا سلام قد ايه الحب جميل. الله ايه الحكايه؟ جرالك ايه؟ كلام في سرك؟ ايه؟ أنا بحب يا ليلى. يا خبر استنى. قولي بقى تحب مين؟ واحدة زي الملاك. حلوة أوي. لطيفة زيك تمام. اسمها إيه؟ أمال. وهي بتحبك؟ طبعا. بتشوفها؟ أمال. وبتكلمها؟ ده أنا بقابلها. يا خبر ازاي؟ ده احنا النهارده اتفسحنا سوا طول النهار. استنى. وهو ده اللي اخرك؟ يا سلام انا ما كنتش داري بنفسي. طب اوعى تقول لبابا. طب ولما اجي اخطبها؟ تفتكر بابا هيوافق؟ وليه لا؟ لما يعرف انك هتتجوزها على حب. غريب، يعني هو الواحد لازم يتجوز مراته على كره؟ لا بس انت عارف بابا. اولا بابا مش هيلاقي لي عروسه اجمل منها ابدا. ادب اخلاق تربيه دي نادر لما بتنزل السكه لوحدها. اصل ابوها حمش صعب خالص. بابا ما تعرفش يا وحيد؟ خير ان شاء الله. بابا بيفكر يطلع الحجاز السنه دي. والله الف مبروك يا بابا، تروح ترجع بالسلامه. الله يبارك فيك يا ابني. المفروض انك كنت تيجي بدري، اتاخرت ليه؟ اصلي كان عنده مأمورية قضاها قبل ما يجي. شغل؟ تقريبا يا بابا. امال صليت الجمعة فين؟
في السيدة زينة، مش كده يا وحيد؟ ايوه ايوه شلها يا ام هاشم. ومبسوط في شغلك في الشركة؟ مبسوط عال خالص يا بابا. ومصر مرتاح فيها؟ الحمد لله كويس قوي. انا هتجوز وقريب ان شاء الله. ايه الحكاية؟ لا ابدا ولا حاجة يا بابا، بس حضرتك عارف ان الجواز بيجي كده على اهون سبب. وفي سبب بالذات؟ لا 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 ابدا، بس انا يعني عايز اتجوز بقى يا بابا. كده؟ اصلي غيرت من ليلى اختي. ياك عاوز تتجوز بنت الشيخ صالح. بنت الشيخ صالح؟ هي كبرت؟ ايوه. كبرت قوي قوي يعني؟ وعندها 19 سنة. ما شاء الله. مش ضروري تكون بنت الشيخ صالح، المهم هي بنت من اهل البلد. طبعا حضرتك تفضل ان اخويا يتجوز من اهل البلد، لكن اذا بنت بنت الحلال. المهم انها تكون بنت حلال سواء من اهل البلد او من غيرها، مش شرط. حتى لو كانت من مصر مثلا يعني. انا واثق يا ابني من حسن اختيارك، لكن انبهك المهم انها تكون من اصل كويس، وانا ما يهمنيش الا التربية والسمعة الطيبة. ربنا يخليك لنا يا بابا، ربنا يخليك. الساعة قربت على 2، المرة دي هتكلميني؟ عبد الغني، عبد الغني. الو مين؟ اصحى انا هنا. سيد وحيد بعد اللي وصيتك عليه وشرفك واخده في حضني ونايم دي لساعه. ما حد سال عليا؟ لا، اروح احضر لك الغداء. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2 اهي. الو امال، وحشاني يا امال. انا عندي خبر هيفرحك خالص. لا ما اقدرش اقوله لك في التليفون، لازم اقابلك، مش هاخرك كتير. اصلي ما هو هقول لك. طيب يا وحيد. هتقابليني امتى؟ دلوقتي؟ فين؟ وهو كذلك. مع السلامه. يا عبد الغني. يا قول لي يا عبد الغني، انت تعرف تزغرط؟ لا ليه؟ رايح اقابل خطيبتي. خطيبتك؟ انا هتجوز يا عبد الغني، هتجوز. مبروك. لا 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 لا. بص يا صفية، دلوقتي أنا رجعت تاني زي زمان، تلاقيه مستني وحنقعد مع بعض ويبقى مكسوف وهو بيكلمني ويقول لي يا ملاكي تصوري، مين كان يصدق؟ ده اليوم اللي كنت دايما بتتمنيه. أيوة، لكن كنت خايفة منه. امبارح ما كنتش عاوزة أقابل وحيد، لكن انتي قلبك حنين، خلتيني أقضي أسعد يوم في حياتي. ودلوقتي هروح أقابله، وهتكون اخر مره يشوفني فيها. هتعذب لوحدي، مش عاوزاه يتعذب معايا. وهتقولي له ايه؟ ما تخافيش، هخليه يعيش طول عمره هو فاهم اني ملاك، علشان لما يبقى يفتكرني ما يحسش بالندم. ومين عارف يمكن ينساني، لكن انا مش هنساه ابدا. انا كنت خايف ما تكلمنيش في التليفون. تصوري لغايه دلوقتي ما اعرفش نمره تليفوني ولا عنوان البيت ولا حتى اسم بابا. معلش بكره اعرف كل حاجه. قد ايه اختي فرحت لما كلمتها عنك، اصلها مخطوبه وبتحب خطيبها قوي وهيتجوزوا بعد العيد الكبير. مبروك. اختي لما قلت لها مبروك قالت لي عقبالك. وحيد، وحيد اسعد انسان في الوجود. عاوز اقول لك حاجه. عينيك قالتها لي. انا انت الابتسامه الحلوه، انت النور اللي بشوف به الدنيا. وحيد، قبل ما اعرفك كانت حياتي ملهاش اي قيمه، لكن دلوقتي كل يوم عندي امل جديد، اشوفك، اسمع صوتك، افكر فيكي، اكلم الناس عنك. دلوقتي كل حاجه جميله قدامي لاني بحس بوجودك فيها. الدنيا انت، السعاده انت، الماضي، الحاضر، المستقبل، انت كل شيء في حياتي. وحيد ارجوك تسمعني. انا عايز اسمع منك كلمه واحده بس. بحبك.
بحبك يا وحيد وهفضل احبك لاخر لحظه في حياتي. اذا اقدر اروح بكره لوالدك واخطبك منه؟ لا، في حاجه مهمه لازم تعرفها. انا مش لي. مش ليا؟ ايوه. لكن قلبك بيقول لا. انت يمكن فاكره والدك يرفض طلبي لاني فقير بالنسبه له وخايفه لحسن ما اقدرش اتحمل الصدمه. ما تخافيش، انا هقدر اقنعه وتاكدي مفيش اي قوه في العالم هتقدر تفرق بيني وبينك. مش موجوده؟ طيب ماشي. هي ما قالتش رايحه فين؟ ابدا، وانا هخبي عليكي. طيب يعني لما كانت ناويه تتاخر مش على الاقل تعمل تليفون؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ بعد الشر عليك. مفيش حاجه يا ميمي، مفيش حاجه ابدا. اعملي لي فنجان شاي يا صفيه وهاتي لي دواء كح. انت جايه منين؟ من عند الدكتور. اتاري صفيه كانت بتقول لي انك امبارح ما نمتيش طول الليل من كتر الكحه. اسمعي يا ميمي، انا عاوزه افرجك المساله. تحت امرك يا حبيبتي، اموري. بدي اعزل من هنا، عاوز اسكن في حته هاديه، مش عاوز اقعد في مصر خالص. طمنيني، قال لك ايه الدكتور يا حبيبتي؟ انا مش عيانه يا ميمي، بس عاوز اغير هوا، اعصابي تعبانه خالص. طب وبهجت؟ بهجت مش هيخسر حاجه، العفش كله هيتنقل هناك، بس عاوز الحكايه دي تتم بسرعه. من بكره هروح اقعد في حلوان لغايه ما الاقي سكن. امرك يا حبيبتي. متشكره يا ميمي، متشكره قوي. اتفضلي الدواء. الو. ايوه يا فندم، الاستاذ بهجت على التليفون يا ست هاني. روحي كلميه يا ميمي. حاضر. الو. زي ما قلت لك كان عاوز يخطبني. وحشني قوي، حاولت ابعده عني ما قدرتش، علشان كده انا هبعد عنه، هسكن في حلوان على طول. خلاص انتهينا، اوعي بقى تكلميه في التليفون، مش عاوزاه يعرف طريقي ابدا. ها يا ميمي، ده مسافر العزبه وكان عايز يكلمك. وراجع امتى؟ ما قاليش وحياتي. اما اروح اعمل الشاي. بلاش الشاي يا صفية، انا ارتحت خلاص. اغصى عليكي يا شيخة، خضتيني. ده انا كنت هأجل حفلة عيد ميلادي عشان خاطر عيوني. هي الحفلة الليلة؟ اغصى عليكي، ايه نسيتي ولا ايه؟ انت مش جاية؟ مين هيكون موجود؟ مفيش حد غريب ابدا. طيب يا ميمي حاجة. اسمعي على فكرة، بهجت مسافر تبقي عندي الليلة. طيب يا ميمي عشان خاطر. ميرسي يا روحي يا امورة، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. طب انا هطلع استريح حبة. اطلعي يا روحي. تعالي يا صفية. جالك الفرج يا اخي، ما تتسرعش. الليله عندي في البيت. ايوه الليله. والله انا مش عارف اشكرك ازاي. روش بس كده؟ لا دي حاجه بسيطه، دي هديه عيد ميلادك بس، انما انا هحضر لك حته دين مفاجاه. اهلا عزت، انت كنت فين يا اخي؟ انا بدور عليك. بارك لي عزت، بارك لي. ايه على ايه؟ هقابل ابوها بكره. ابوها؟ ابو مين؟ الملاك. الله، انت هتخطبها؟ خلاص. ابقى انا سبقتك يا عم؟ سبقتني؟ امال دخلتي الليله. الليله؟ هو ده معقول؟ الا معقول، ده انا جاي اعزمك. انت بتتكلم جد؟ طب هي مين دي اللي هتتجوزها؟ اللي قلت لك عليها، سهير. اتفضل، وادي هديه الفرح. ياه، الكلام ده صحيح؟ هتشوف بعيني. لا برافو عليك يا عزت، ما دام المسألة جواز اهو انا دلوقتي مبسوط منك. بس الحكاية دي جت مفاجأة وما عنديش وقت اشتري هدية للعروس. طب حاجة بسيطة، ايه رأيك تقدم غنوة من اغانيك اللطيفة؟
بكل ممنونيه، بس على شرط انزل بدري لان الملاك هيكلمني بالتليفون قبل ما ينام. طب حاضر، لك علي اخليك تنزل بدري. اتفقنا. خلاص. هو ده بيت العروسة؟ أيوة أيوة أيوة، بس تعالى. هلو بونسوار جميعا. هلو عزة. هلو فيفي، ازيك؟ ايه الحلاوة دي؟ اقدم لك صديقي وحيد، بس خلي بالك منه لحسن ما يعرفش حد هنا ابدا. كده؟ يلا على البار. يلا يلا. اهلا اهلا تشرب ايه بقى؟ عندنا كل الاصناف. حاجة سخنة من فضلك. حاجة سخنة؟ أجيب لك ياسون يا حبيبي؟ ما قلت ليش؟ سهير فين أمها؟ يظهر إنها تعبانة شوية الليلة، مش هتيجي. إيه؟ الله، مالك اتخضيت كده؟ ما كانش بروش يا حبيبي بمية جنيه. سهير جاية ولا لأ؟ الله، أولا فين الهدية بتاعت عيد ميلاد؟ المفاجأة. مفاجأة؟ أنت شايفة الجدع اللي واقف هناك ده؟ وهي دي المفاجأة؟ ده أجمل صوت هتسمعيه في حياتك. إيه؟ ليه يا شيخ؟ أنا فهمته إن الليلة دخلتي، ولولا كده ما كانش يجي أبداً. استني، وحيد، تعالي. وحيد، اسمحي لي أقدم لك الأستاذ وحيد، صديقي من أيام الدراسة. أهلاً وسهلاً. آه، مدام ميمي أم العروسة. تشرفنا يا هانا. ميمي يا هلو عدولة يا روحي يا عدولة. هي دي صحيح أم العروسة؟ أيوة أيوة يا أخي أم العروسة. أمال فين العروسة؟ العروسة؟ العروسة جاية حالا حالا. اعمل معروف بقى، أنا عايز أسلم عليها وأغني وأنسحب. طيب طيب طيب، بس تعالى معايا. اجي فين؟ انت عارف مستني التليفون من امان، لازم اروح. يا اخي بس تعالى تعالى، ما تعصبش. امال يا جماعه، خبر مدهش جدا، سهير جايه دلوقتي. سهير دي مين؟ العروسه. انا شايف حاجات غريبه قوي في الحفله دي. ايه؟ ولا شربات ولا ملبس ولا مأذون حتى. مأذون؟ مأذون عشان ايه؟ عشان يكتب الكتاب. لا، انا هتجوز من غير كتاب. ازاي بقى؟ تعالى ما فهمت. تعالى شوف بقى يا سيدي، بقى ميمي عامله الحفله دي كلها مخصوص عشان انا. المعازيم دول كلهم لما يروحهم هفضل انا وصغير لوحدنا. اصل ايه بقى؟ الراجل العجوز بتاعها مسافر الليله، ودي فرصه العمر بقالي سنه مستنيها. فهمت كده؟ طبعا اذنك. الله، ايه على فين؟ طب عايزني ليه بعد كده؟ الله، اخص عليك بقى، انا عايزك تشوف البنية الحلوة تمتع عينيك. انا مش عايز اشوف حد. ايه؟ طب اشمعنى انت كنت عايز توريلي الملاك؟ من فضلك ما تجيبش سيرتها هنا ابدا. المصيبة. عزت عزت، سيبني سيبني. سيبك ازاي يا وش النجد؟ مالك؟ خبيني يا ولد. خبيني انت؟ انت لسه بتهزر؟ انا الحق عليا اللي سمعت كلامك. بهجت. اهلا 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 وسهلا بهجت. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ انا ما سافرتش. ليه؟ خير ان شاء الله؟ لان الفار لعب في قلبي. يوم من ايه؟ انا ضربت تليفون لسهير من شوية، صرخت في وشي ومش عاوزاني خالص. معلش ما تزعلش منها، اصلها اعصابها تعبانة شوية. وجاية تريح اعصابها عندك هنا؟ انا قلت انك مسافر، فهي تيجي تتسلى معانا شوية. شيء جميل. تعالى تعالى انت هنا. فهمني ارجوك. ايه؟ انت تعرف راجل يبقى مين؟ مين؟ ابو امال. ايه؟ خطيبتك؟ ايوه. حال طلعنا انا سايب. ازاي بقى؟ اصله يا سيدي ده الراجل العجوز اللي مش راضي يتعتع، عشيق سهير اللي كنت حطوشها منه الليله.
مش ممكن. ما تزعلش، هو صحيح مقطع سمك وديلها، انما بلغني انه مربي بنته تربيه كويسه جدا. يا خبر، دلوقتي يزعل مني وما يرضاش يجوزني بنته كمني موجود هنا في حفله زي دي. امال انا اقول ايه؟ بارك فين الحفله دي بمناسبه ايه؟ الا مناسبه عيد ميلادي. ومين العشيق الجديد؟ بهجت اخص عليك، انت بتخونني. انا عرفت سهير عندك هنا وبرضه في حفله عيد ميلاد. بهجت شغالك ايه؟ مين العشيق الجديد؟ يبقى مين في الموجودين؟ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. فرصة سعيدة أوي. أنا متشكر. أنت تعرف ميمي من زمان؟ ميمي؟ ميمي؟ لا والله يا فندم، أنا عمري ما شفتها قبل كده. امال ايه اللي جابك هنا؟ والله انا جيت مع واحد صاحبي. انا يا فندم عمري ما جيت حفلات زي دي قبل كده، مش كده يا عزت؟ انا حتى كنت مروح لو لاني شفت حضرتك فاستنيت. انا حظي كويس جدا، اصلي عايز اقابل حضرتك من زمان كده. بمناسبه ايه بقى؟ علشان انا ليا شرف اني ما تتكلم، اني اطلب ايد الهانم. هانم؟ هانم مين؟ الهانم الصغيرة. مش فاهم. بنتك. وانت تعرف بنتي منين؟ انا شفتها مع حضرتك. شفتها معايا انا؟ ايوه يا فندم، افتكر كويس، اول مرة في محل البيانو لما انا سقفت لها وبالامارة حضرتك زغرت لي. وتاني مرة في محل الورد. ايوه يا فندم. بالامارة اديتها بوكيه. اصل ودعوة للاوبرا. ما هو قول لي انت بتحبها؟ ايوه يا فندم انا بحبها، بس حب طاهر بريء واملي اني اتجوزها. اتجوزها؟ بس انا مش غني، انا عندي 50 فدان بس، لكن بشتغل مهندس ومهيتي حوالي. عزت. ايه اياك قلت له اني كنت ناوي؟ ابدا ابدا، ده بينه مش هيوافق. اسمع، اروح اقول له انا ابن مين وان ابوي عنده 500 فدان؟ براءة يا ميمي. ايه الحكاية؟ يبقى مين ده؟ سلامته بتاع الاوبرا. صحيح. المغفل فاهم ان سهير تبقى بنتي. بالذمه ايه؟ وعاوز يتجوزها، بيخطبها مني انا. اسمعي، احنا نسيبه على عماه لحد ما تيجي سهير، هنضحك لما نشبع. دي فرصه كويسه، ده باين عليه مبسوط بيضحك. لا اقول لك، احسن تمشي دلوقتي، سهير زمانها جايه وما يصحش تحرم. عندك حق. طيب انا هروح استاذن منه. طيب. عمي فن، انا جاي استاذن من حضرتك لاني مروح، اصلي انا متعود انام بدري يا عمي. بس مش للدرجات يعني، خليك معانا شويه. قول لي انت ما بتشربش ليه؟ انا عمري ما شربت خمر يا عمي. كده والله ولا سجاير. يا سلام على كده، انا موافق، احنا مش هنلاقي احسن منك. موافق صحيح يا عمي. مبروك مبروك. انا متشكر يا عمي. عن اذنك لحظه واحده. عزت. ايه ده؟ موافق صحيح. مبروك، الف مبروك. انا هروح بقى عشان الحق تليفون امان. يا سلام قد ايه هتفرح لما تعرف الخبر. طبعا افرح يا عم. وهيص سهير يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. ميرسي يا روحي. بهجت هنا. ايه اللي جاب؟ علشان خاطري انا، جري معاه ناعم لحسن انا هديته بالعافيه. ها خشي العبيه وتحكي معاه اكن مفيش حاجه ابدا. اسمعوا يا جماعه، سهير وصلت. الله يا بس. اهلا حبيبتي. اهلا امرتي. اهي دي يا سيدي سهير، عشيقة حماك اللي حطوشها منه. كنت هتضايق اول ما كنت شفتك الليله. صحة حبنا. صحة حبنا. ايه مالك كده بلمت؟ عشان تبقى تصدقني، مفيش اجمل من كده ابدا. مش تقول لي الملاك بتاعك. بالحق انا عندي لك مفاجأة لطيفة. ايه هي؟ تعال تعال. سهير اقدم لك الاستاذ وحيد خطيبك.
ايه في ايه؟ الحقيني الدكتور. حاضر. لازم تتنقل المصحة حالا. صدري صدري صدري. بدي افهم ايه اللي خلاه يسيب شغله وشقته في مصر ويجي يقعد هنا في البلد؟ ايه السبب؟ فهموني. يمكن يا بابا. يمكن ايه؟ بتكلمي تعرفي حاجه؟ ابدا يا بابا انا ما اعرفش حاجه. انت ما تعرفيش حاجه وعبد الغني ما يعرفش حاجه وهو قاعد في الاوضه قافل على روحه الباب، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيكلم حد، دي حاجه تبرجي العقل. ايه كان لقمه؟ ابدا يا سيدي. وبعدين بقى يا ليلى؟ عنك انت، انا هطلع. روحي يا بنتي اجتهدي انه ياكل حاجه. اطمن يا بابا. وحيد رد علي، ايه اللي مضايقك يا وحيد؟ انت زعلان من امال؟ ابوها ما وافقش على الخطوبه؟ ما تزعلش يا وحيد، بكره كل شيء يتصلح. ايه رايك نقول لبابا ينزل مصر ويقابل ابوها بنفسه؟ يمكن يبقى له كلام تاني معاه. بلاش يا وحيد، مش هجيب لك السيره دي تاني، بس ما تزعلش نفسك. أنا لسه ما فطرتش، تحب تاكل معايا؟ وحيد علشان خاطري. وحيد. سيبه دلوقتي يا بابا. ربنا ما يحرمناش منك. مبروك، ألف مبروك اللي رجعتي بالسلام. وحشاني يا وحشاني. يلا يا عبدو حضر الغداء، وانت يا صفية اطلعي فوق افتحي الشباك بتاع البراندة عبال ما ستي تتغدى. مالك يا سهير؟ بتفكري في ايه يا روحي؟ الحمد لله التحليل الاخراني طلع نضيف خالص واطمنتي، اما بهجة عمل اللي عليه وزياده، شهرين وهو قاعد جنبك في المستشفى ودفع المصاريف على داير مليم، طبعا هو هيلاقي اعز منك فين؟ اعمل حق نسيت اقول لك، انا بعت لوالدتك الفلوس زي العاده. اهلا وسهلا، تعالى اتفضل. مبروك يا سهير. الله، اما ورد جميل قوي. مش اجمل من الورد اللي على الخدود. والله زمان. الله، رايحه على فين يا سهير؟ مش هتتغدي؟ خضره خضره، وقف يا خضره، وقف يا خضره، وقف يا انت، وقف يا انت مطلوب.
سلامة عشان عنده 5 فدادين. امبارح بالليل ضبطتها معاه في الغيط، ما نمتش طول الليل، النار قعدت في قلبي. سيبني طب في غالي، سيبني في غاليني. أهلا وسهلا أستاذ وحيد. بونسوار ميمي هانم. إيه المفاجأة اللطيفة دي؟ والله أنا بلغني إن سهير خرجت من المستشفى وإن الحفلة دي معمولة بمناسبة شفائها. ما تأخذنيش إذا كنت جيت من غير دعوة. أبدا يا حياتي، ده برضو عجمي. أهلا أهلا، ده أنت هتأنسني قوي الليلة وتنورني. متشكر. قول لي بقى، أجيب لك واحد كوكولا؟ لا شيريو. اديني واحد ويسكي سك كده من عيني الاتنين. اتفضل يا حبيبي. وانت رجعت امتى من البلد؟ وانت ايش عرفك اني كنت في البلد؟ شيريو صحتك. في صحة زهير. أنا عايز أكلمك في موضوع مهم. بخصوص؟ أنت فاهمة كويس. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. أنا زي غيري، ما فيش حد أحسن من حد. اسمعي، أنا جاي من البلد ومعايا 500 جنيه، وعايز أفرتكهم قبل ما أسافر. تفرتكهم على مين؟ على الملاك. وطبعا حينوبك من الحب جانب. لا ده انت اتغيرت قوي. انا زعلان منك، مش كنت تفهميني كده من الاول؟ كنا وفرنا وقت وتفهمنا. مالك متضايقه؟ لانه مش معبرك. عاوز اروح. ما تحاوليش. الو مساء يا استاذ وحيد. اهلا اهلا، ازاي الصحه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، انت وحشاني خالص. وحشنا ظرفك. ميرسي قوي. مش ناوي تغني الليله؟ الليله علشان خاطري. حاضر يا ملاكي. ميرسي. اسمعوا يا جماعة، أستاذ وحيد هيغني. كلمة واحدة، ما فيش تروح. حلف لي بقلبه وعهدني يخلص في حبه، يا ما حلف لي بقلبه وعهدني يخلص في حبه، وعيونه قالت لعيوني اوعك تصدق شفايف بتحلف
وعيون جميلة بتوعد وتخلف، اوعك تصدق شفايف بتحلف، وعيون جميلة بتوعد وتخلف، شفايف وعينيه خدعوني خدعوني من فضلكم يا جماعة، انتوا طبعا كلكم تعرفوا المادموزيل سهير. من حوالي 3 أشهر اتعرفت بيها وكنت بحبها حب مجرد من اي غاية.
وكنت عبيط على نياتي لدرجة افتكرت الأستاذ بهجة تبقى أبوها، ومن عوضي رحت أخطبها منه، وفجأة عرفت كل حاجة فاتضايقت ولومت نفسي لأني ضيعت وقتها على الفاضي. ما كنتش أعرف إن كل دقيقة من وقتها بتساوي فلوس، ودلوقتي أنا مستعد أصلح غلطتي وأدفع الديون اللي عليا. يا مدموزيل سهير، دول تمن الوقت اللي ضيعتيه معايا. خلصين. كتير قبل كده. الو الو الو، ممكن ادخل؟ انت جاي تعملي ايه هنا؟ لازم جاية تعاتبيني. أنا ماليش حق إني أعاتبك. أمال جاية تعتذري؟ بلاش نتكلم في الماضي. طبعًا، لأنه ماضي مخجل. وحيد. إذا كنت فاكرة أنا لسه بحبك تبقي غلطانة. أنا خلاص انتزعت حبك من قلبي. أنا دلوقتي أصبحت أكره الناس وبكره الدنيا وبكرهك وبكره نفسي كمان. لك حق تكرهني، لكن ليه تكره نفسك؟ لأني اتغشيت فيكي. كنت طفل، خليتك تضحكي عليا وتهزقيني قدام عشيك. أنا مظلومة يا وحيد. أنت كدابة. لو تعرف الحقيقة. الحقيقة إنك إنسانة وضيعة. نفس الدموع اللي خدعتيني بيها. أنا عمري ما خدعتك يا وحيد. دي الحقيقة اللي لازم تعرفها. حبيتك، وقلت يمكن الحب يطهر قلبي. لكن خفت عليك تتعذب معايا. كتمت الألم في قلبي، وحاولت أبعدك عن طريقي. افتكر كويس لما عرضت عليا الجواز، قلت لك اني مش لك. يا ريتك كنت سمعت كلامي، كنت على الاقل فضلت في نظرك الملاك البريء، وكنت هعيش بقيت ايامي على امل ان في انسان بيفتكرني وبيحبني. حتى الامل ده راح مني، لاني دلوقتي في نظرك انسانه حقيره وضيعه. ارحمني، ارحم ضعفي والامي. انت اشرف من انك تنتقم من واحدة زيي. خلاص خلاص يا وحيد، كأنك لا شفتني ولا عرفتني، وانا جيت بس عشان اترجاك، بل اتوسل اليك. سافر يا وحيد، ارجع لبلدك واهلك، وسيبني في الوحل اللي انا عايشة فيه. طمني عليكي، انت مش كنتي عنده؟ مات ابوها وفات لها ام ضريره واختين صغيرين، نزلت مصر عشان تدور على شغل.
لكن لسوء حظها وقعت في ايدين ميمي، ومن يومها وهي عايشه تحت رحمتها، عايشه بس عشان تاكل امها واخواتها. انت الانسان الوحيد اللي حبته من قلبها، وكانت تتمنى انها تتجوزها، لكن خافت عليك. وفي الليله اللي عرفت فيها الحقيقه، بعد ما خرجت من قدامها بكت بدل الدموع دم. ودوها المستشفى وقعدت شهرين عيانه بالسر. وبعدين بقى يا سهير، مش خلاص بقى؟ انت عايزه المرض يرجع لك تاني؟ عاوزه اموت، عاوزه اموت، محدش له دعوه بيا، سيبوني سيبوني لوحدي. نعم، عاوز ايه تاني؟ عاوز اقابل امال. امال؟ ما عندناش حد بالاسم ده، يلا من غير مطروس. انا ما عنديش وقت عشان ارد عليكي. هي فين يا صفيه؟ في اوضتها. تعال هنا يا استاذ. وهي على فين؟ يكون في علمك امال مش هتفضل دقيقه واحده في البيت ده. ما تتعبش نفسك يا استاذ، مش هتفتح لك الباب ابدا. مين؟ افتحي يا امال، انا وحيد. امال أمال، سيبني وحيد. سامحيني يا أمال، صفية قالت لي على كل حاجة، ما كنتش أعرف إنك ضحية بريئة. مهما كانت ظروفي، إحنا مش لبعض. أرجوك تسيبني، ابعد عني. من يوم ما بعدت عنك، ما قدرتش أنساكي لحظة واحدة. واللي كان بيزود ألامي خوفي إنك تنسيني. وجه علي وقت حسيت إني بكرهك، ونزلت مصر زي المجنون عشان أنتقم منك، وتهيأ لي إنه الحقد هو اللي كان بيدفعني. لكن دلوقتي بس عرفت إنه الحب، الحب اللي علمني معنى الإخلاص والتضحية. مفيش فايدة، مش هتقدر ترجع حبنا زي ما كان. أرجوك أتوسل إليك، ارجع لبلدك وأهلك، ما تربطش مصيرك بيا. انت قدامك المستقبل، لكن انا ماليش الا الماضي، وايام معدوده بنتظر فيها الموت. انا هنقذك من مرضك، حشفي جسمك وطهر نفسك، هنسيب مصر ونعيش سوا انا وانت بعيد عن الناس، هنقعد مع والدتك واخواتك في اسكندريه زي زمان. وحيد، اذا كنت بتحبني. بحبك، بحبك من كل قلبي. امال ابني وحيد ما جاش يستقبلني ليه؟ وعيان؟ لا بعد الشر، يظهر عنده شغل في مصر. من يوم سيادتك ما سافرت الحجاز ما جاش البلد. بس يا جماعه بس. ليه يا بنتي كفالة الشر؟ ما انت عارفه يا خالتي ام الهنا، دلوقتي بابا يجي يسال عن وحيد اقول له ايه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الحمد لله على السلامة يا بابا. هو وحيد نزل مصر امتى؟ بعد حضرتك ما سافرت. ومن يومها هو قاعد هناك؟ ايوه. وسايبك في البلد لوحدك؟ وبيعمل ايه هناك؟ معرفش. بالعكس، انت عارفة كل حاجة. ابدا يا بابا، كل اللي اعرفه. ايه؟ انطقي. في بنت كان عاوز يخطبها. اسمها ايه؟ جنسها ايه؟ من عيلة مين؟ معرفش والله معرفش. طبعا واحدة من اياهم. لا ابدا. امال خب عليا ليه؟ كان عاوز ياخد موافقة ابوها في الاول. بلاش كلام فارغ، انا كنت عارف وساكت. هذا السبب اللي خلاه يروح يسيب شغله. ابدا، وحيد اخويا. ولا كلمة. وكمان بتدافع عنه؟ حضرة الاستاذ يروح مصر ويرهن الخمسين فدان بتوعه. الناس يقولوا علي ايه؟ ان انا بجهزك بالدين، ويا ريت اكلف خاطره وجه زارك مرة واحدة اثناء غيابي. حتى جواب ما بعتوش. اوصل البلد الاقي الكل في انتظاري وابني مش موجود. لكن دي مش هسيبها له، انا هديله درس قليل الادب. ايه
في حاجة؟ خير؟ لا ولا حاجة، أنا كنت بطمن على بنتي ليلى. إن شاء الله تكون اطمنت على وحيد كمان. وحيد عنده شغل مشروع بيعمله في مصر. ربنا يوفقه. نشوفه على فرحته إن شاء الله. إن شاء الله. جواب من سكر، جابوا الطواف دلوقتي بيقول وصل له يومين. ده لازم من وحيد. على إذن سيادتك. ابنك يعاشر فتاة من بنات الهوى، إذا أردت البحث عنه قابلني في مصر شارع مجدي نمرة 15. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. حبيب القلب حبني قد ما تقدر يا حبيب القلب، حبي لك اكتر واكتر من كل الحب يا حبيب القلب يا حبيب القلب. البحر من عيونك صفاه وزرقته، والبدر من جبينك ضياه وطلعته. البحر من عيونك صفاه وزرقته، والبدر من جبينك ضياه طلعته. وليلي من سكونك جمال وبهجته، وليلي من سكونك جمال وبهجته، والنجم في الظلام من نورك ارتوى يا حبيب القلب يا حبيب القلب يا حبيب القلب. وانسى زمان جفاك وعذابي في وحدتي، وانسى زمان جفاك وعذابي في وحدتي. ايه يا ترى الايام كتبت لنا سوا يا حبيب القلب يا حبيب القلب يا حبيب القلب. أخاف وأغير عليك من عيني نفسها ومن رموش عينيك عالخد لمسها. أخاف وأغير عليك من عيني نفسها ومن رموش عينيك عالخد لمسها، والنسمة تبوس ايديك اغير منها مساها،
والنسمه تبوس ايديك اغير منها انساها اخاف من الكلام واغير من الهوى يا حبيب القلب يا حبيب القلب يا حبيب القلب تعرف قد ايه ثوابك هيكون عند ربنا. انت دلوقتي عملت الواجب واكتر، خلصتني من الورطه اللي كنت فيها ودفعت الكمبيالات اللي كانت عليا لميمي والفلوس اللي صرفها بهجت في المستشفى، رجعتني لامي واخواتي اللي كنت محرومه منهم، لكن نسيت اهلك وحياتي عندك يا وحيد. سافر البلد لحسن يكون والدك رجع من الحجاز. انا فعلا كنت بفكر اسافر النهارده، بس في حاجه مهمه عايز اقولها لوالدتك قبل ما اسافر. ايه هي؟ بعدين هتعرف. اهلا، خدي يا حلوه ودي علشان خدي ما تتكسفيش. ربنا ما يحرمناش منك. مين انا؟ امال الاستاذ وحيد معايا. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله، من يوم ما رجعت امال وانا قلبي بيدعي لك كل يوم. اهي امال يا ستي هتفضل معاكي على طول. صحيح يا امال؟ ايوه يا نينا. هتدور على شغل في اسكندريه سونيا الخياطه؟ لا يا نينا، امال هتتجوز، انا جاي طالب القرب منك. كوثر وسعاد زي اخواتي، هيبقوا في عينيا وانتي بدل المرحومه والدتي. الهي يسعدك ويزيدك من نعيم. عن اذنك يا نينا. اتفضل يا ابني. أمال وحيد. عارف هتقولي أنا هسافر مصر النهارده وأشوف إذا كان في إجابات من البلد، وبعدين هفوت على الشركة عشان أحاول أرجع لشغل تاني، ولما أستلم بإذن الله هبعت لك تليغراف عشان تيجي ونجهز كل حاجة. ست وصلت يا صفية؟ زمانها جاية يا سيدي، القطر بيوصل 2 إلا ربع. ما تقدريش تتصوري قد إيه وحشاني. خلاص يا صفية أنا رجعت الشغل تاني. ألف مبروك يا سيدي. تبقى تباركلنا لما نتجوز إن شاء الله. ربنا يتمم بخير. الليلة هنزل أشتري الدبل، ومن بكرة ننزل بقى ندور على الجهاز ونشوف شقة كبيرة نسكن فيها، لأن والدتها وأخواتها هيكونوا ويانا. وأنتِ طبعًا يا صفية. سيدي. استنى. الحمد لله على السلامة. أنا متأسف، أصل ما كنتش موجود في مصر وكنت ناوي أتصل بالبلد. أنا جاي النهاردة أكلمك في موضوع خطير وعاوزك تجاوبني بكل صراحة. حضرتك متعود مني دايما الصراحة. أنت تعرف واحدة اسمها سهير؟ اسمها أمال. أمال سهير زي بعض. أيوه. أنت تعرف الست دي تبقى إيه؟ أيوه. وبقالك شهرين عايش وياها. بس مش بالمعنى اللي حضرتك فاهمه. وده السبب اللي خلاك تترك اختك عايشه لوحدها في البلد وتهمل شؤون الارض اللي كنت بتمنى انك تباشرها بدالي. قد كده اثرت عليك الست دي لدرجه اني اهملت بعض الواجب اللي عليا، وانا بعتذر وارجو حضرتك تسامحني. وهل جريمه زي دي يكفي فيها الاعتذار؟ محدش قال ان الحب جريمه. انت بتقول ايه؟ لو شرحت لحضرتك. مش عاوز شرح. علاقتك مع واحده ست زي دي هيهدم كيانك ويقضي على مستقبلك، ثم يجلب علي الفضيحة والعار، وأنا ما اسمح لكش مطلقا إنك تكون السبب في تلطيخ اسمي وامتهان كرامتي. يلا لم شنطك، أنت هتسافر معايا حالا. أنا تحت أمرك طبعا، بس أنا رجعت العمل في الشركة. إذا ما أنتش هتقعد في مصر خالص، مفهوم؟ لكن أنا رتبت حياتي على كده. أنا هتجوز أمال. بتقول إيه؟ أحيانا الواحد يتجاوز عن العرف والتقاليد بدافع الشفقة والإنسانية. من الظلم اننا نطلب لانفسنا الرحمه والتسامح ونبخل بهم على ضحايا بريئه بيلتمسوا العفو والمغفره. انت دلوقتي طايش والحب عامي قلبك. اتصالك بواحده زي دي مغفور لك في شبابك، لكنه محسوب عليك في رجولتك. الحب يزول واللي يفضل في الدنيا هي الكرامه والشرف والسمعه الطيبه.
فكر كويس، والزمن كفيل بيكون يخليك تنساها. سافر معايا، وبكره هي اللي تدور على واحد تاني اغنى منك. حضرتك فاهم غلط، هي ما بتدورش على الفلوس، واكد لك ان حبها ليا خالي من كل غرض. والدليل انها خليتك ترهن 50 فدان. اقسم لك انها ما كانتش تعرف ان عندي ارض. ده بيتهيالك. واذا قلت لحضرتك انها ضحت بجواهر وفلوس اكتر من 50 فدان، هيجي يوم تندم وتسيبك وترجع لهم. اليوم ده مش هيجي ابدا. اذا انت اللي هتسيبها ودلوقتي حالا. انا متاسف. انا امرك. وانا لاول مره في حياتي هعصى امرك. يب. انا في اللوكاندا. اذا غيرت رايك يمكنك تتصل بيه. أمال. حبيبي. لا مؤاخذة يا فندم، اللي جيت لحضرتك كده طمني. قابلت الاستاذ وحيد؟ ايوه، لكن مفيش فايده. اتفضل اقعد. انا عندي فكره. مالك يا وحيد؟ ولا حاجه. انا كنت بفكر انزل ابعت تلغراف لوالدتك عشان اطمنها انك وصلتي بالسلامه. طب ما تسال على والدك في البلد تشوفه رجع ولا لا. لازم يا وحيد. حاضر. اطلب الترنك من هنا. معلش، ما انا هرجع على طول. انت نازل عشان التلغراف بس؟ لا، وحاجه تانية كمان، هنزل اشتري الدبل. أنا والد وحيد. أنت أمال؟ أنا الآنسة أمال، مش كده؟ وحيد مش هنا، نزل من شوية. اتفضل استريح، أي خدمة أقدر أقدمها لحضرتك؟ خدمة عظيمة، بس أرجوكي تستمعي لي حتى النهاية. ابني من يوم ما اتصل بيكي فسدت أخلاقه وساءت سمعته، وأصبح يقضي لياليه في البارات ويلعب القمار ويشرب الخمرة مع أمثالك من بنات الهوى. يا فندم، الناس فهموك غلط، مفيش حاجة من دي حصلت أبدا. لكن أنتوا كنتوا عايشين مع بعض في اسكندرية، مش كده؟ مع أمي وإخواتي. وهناك تمت الخطوبة على ربة الصون والعفاف. أيوه، لكن أحلف لك. بإيه؟ بشرفك؟ احلف لك باغلى شيء عندي، بحبي الوحيد، ان الاخر لحظه ما كنتش عارفه انه هيخطبني. وال50 فدان اللي رهنهم ما كانش عندك خبر بيهم؟ ابدا. وانت فاكره ايه اللي معاه علشان يصرف عليكي؟ بقيته شهر اتنين تلاته، ولما تخلص فلوسه تسيبيه وتدوري على عشيق تاني يصرف عليكي. اسمعي، انا مستعد ادفع لك اي مبلغ تطلبيه. 2000 جنيه كفايه؟ أرجوك ترجع الفلوس، لولا إنك والد وحيد كنت. أفهم من كده إنك مش بتجري ورا الفلوس؟ أبدا.
لكن ماضيك المعروف يشهد عليكي. لكن من يوم ما عرفت وحيد، من ساعة ما حبيته بجود بآخر نقطة من دمي عشان أمحي الماضي. وإذا كنت زعلان من وحيد فاسمح لي أقولك إنه لما حبني ما كانش يعرف حياتي، ولما عرف حاول ينتقم مني، لكن لما قالوا له إني مريضة وضحية والمرض بيهدد حياتي، صفح عني وأنقذني، شفاني من المرض ورجعني لأهلي، لأمي العجزة وأخواتي اليتامى. شعور نبيل، من الواجب عليك تحترمه كإنسان وتعتز بيه كوالد. إذن أنا هكلمك كوالد. أنا ليا بنت سنها من سنك، مخطوبة للشاب وكل أملها في الحياة. الشاب ده له أب، رجل فاضل متدين متمسك بالتقاليد. النزوات العاطفية ملهاش عنده أي اعتبار. مع الأسف وصلته أخبار وحيد، ولما عرف إنه راهن 50 فدان علشانك وإنه له علاقة بعشيقة هدد بفسخ الخطوبة. انت مقدرة وقع الصدمة على بنتي. كاتب كتابهم كان حيكون الجمعة الجاية. دلوقتي مستقبل بنتي بين ايديكي. لكي انك توهبيها السعادة او تقضي على هنائها ومستقبلها. انا مستعد اسافر اسكندرية اقعد مع اهلي لغاية اخته ما تتجوز. لا ده مش كفاية. مش كفاية؟ قصدك ايه؟ عاوزني ابعد عنه على طول؟ ده الطلب اللي جيت اطلبه منك. مش ممكن. ازاي؟ انا ماليش حد في الدنيا غيره، هو اللي بينسيني الامي، هو حبي واملي وحياتي. انا ما بقاش من حياتي الا سنين او شهور، ومن عارف يمكن ايام. والامل ان انا عايشه بيه انه يكون جنبي وانا بموت. دي مجرد اوهام، والاعمار بيد الله. أنا عارف إن التضحية اللي هطلبها منك هتكلفك كتير. آه لو تعرف قد إيه بحب وحيد. إذا برهني على حبك لوحيد. فكري هيكون شعور إزاي نحو الناس اللي عرفوكي، وإنتي هيكون موقفك إيه بين أهله وقرايبه. هل يرضيكي إنك تصبحي أم الأولاد هيلعنوا وجودهم في الحياة ويكرهوا الساعة اللي جمعتك بأبوهم؟ هل يرضيك انك تكوني وصمة عار في حياته وفي حياتهم؟ مهما كان الحب فالرجل بتتغير عاطفه على كر الايام وحسب الظروف. كل كلمة قلتها كنت بقولها لنفسي. انا عارفة ان اللي زي مهما عملت حكم الناس عليهم ما يتغيرش. اللي بيكلمك دلوقتي والد بيرجوك بل بيتوسل اليك. انقذي بنتي اللي عمرها ما اساءت اليك. برهني على طهارة قلبك، ويمكن في التضحية دي التكفير عن ذنوبك. أنا مستعدة أضحي بحياتي علشان بنتك، وده شرف كبير لي. وحيجي يوم تبقى تقول لها إن كان في واحدة وحيد كان كل أملها، لكن حطمت قلبها بقيتها علشان تساعدها. ماتت وهي بتتمنى تتجوز وحيد وتلبس فستان الفرح. أيوه انا حموت، ويمكن في الاخر ربنا يغفر لي. انا عندي فكره هتخليه يكرهني ويتاكد اني كنت بخدعه، بس اوعى تقول انك قابلتني. وارجوك انا عارفه انه هيتعذب، تبقى تواسيه، ما تسيبوش لوحده لغايه ما ينساني. خلاص، ودلوقتي اوعدك انه هيروح فرح اخته. انا مش هنسى جميلك ابدا. الحاجة الوحيدة اللي مش عايزاك تنساها اني بعد ما اموت تبقى تقول له اني بحبه من كل قلبي. ربنا يقويك يا بنتي. بنتك
شغالة من بدري؟ بابا بقالي ساعة تقريبا. بابا سريع. أنا جاي أعتذر لك، ومهما كان أنا ماليش إلا رضاك يا بابا. يعني مستعد تسافر معانا؟ أرجوك تقدر موقفي. الحقيقة يا ابني أنا كنت غلطان في تقديري. غرام جارب بالشكل ده وفي سن الشباب من العبث إن الواحد يقف في طريقه. اعذرني يا وحيد، أنا كنت خايف من كلام الناس، لكن بعد ما فكرت كويس قلت في نفسي كل ما يهمني سعادة ابني. مين عارف، يمكن واحدة زي دي تكون مثال الزوجة الوفية المخلصة. يعني حضرتك موافق؟ بس على شرط. أمر بأي حاجة يا بابا، أنا مستعد أنفذها ولو كلفتني حياتي. احضر فرح اختك في البلد. بس كده انا من بكره هسافر البلد، ربنا ما يحرمنيش منك يا بابا. والله لو كان عندي وقت كنت اروح معاك علشان اشوف خطيبتك. يا سلام لو شفتها يا بابا، اتفضل معايا البيت قريب قوي. بفرصه اخرى ان شاء الله، ثم انا مستعجل لاني مسافر. لا ما هو مش ممكن، لازم اوصل حضرتك لغايه المحطه. لا لا انت دلوقتي عاوز تروح لها؟ يا سلام يا بابا، دي حطير من الفرح. تصور ما رضيتش تخليني اشتري دبل الخطوبه الا لما توافق حضرتك. مبروك مبروك. طيب أنا متشكر يا بابا، إلى اللقاء. التي تقرأ فيها هذا الخطاب سأكون في أحضان عشيق آخر. شكرا لك على الأوقات السعيدة التي قضيتها معك، وشكرا على الأموال التي وفيت بها ديوني. إنك ساذج، لا تصلح للعشق والهوى. مبروك يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. مبروك ان شاء الله عقبال ابنك. بارك الله فيك. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا عريس. كان في نهار ابيض يا ابني. شكرا يا معلم. مبروك يا كان. شكرا وحيد، عقبالك. عقبالك يا وحيد. هيقول لي مبروك يا وحيد. مبروك يا عم الشيخ صالح. شد حيلك، ولا يعني المأمورية اللي في مصر شغلاك قوي. يلا بينا، يلا يا ابني ناخد العريس ونطلع لاختك نبارك لها. عريسكم. اتفضل اتفضل. Thank you.
اعرف جاب الطواف دلوقتي. وأنا على فراش الموت أدعو الله أن يتم على ابنتك الطاهرة السعادة والهناء. هكذا يا سيدي وفيت بعهد لك، فلي رجاء أخير أن تسارع وتخبر وحيد بالحقيقة، فربما تباطأ الموت عني حتى أراه ولو في اللحظة التي أفارق فيها الحياة. حاجة يا ابني. صفية. صفية. نعم، عاوز حاجة. وحيد. وحيد ما جاش. زمانه جاي. اتأخر قوي. لكن أنا عارفة. لازم حقيقي. والده راجل طيب مش هيخلصه اموت من غير ما اشوفه. بعد الشر عليك. ابو مين يا صفية؟ حاضر. سامحيني يا أمال، والدي قال لي على كل حاجة، سامحيني، اصفحي عني. بلاش نتكلم في الماضي، لأن الماضي خلاص انتهى، حتى المستقبل ما بقاش منه للحظة بسيطة، أشوفك فيها، وافتكر معاك الأيام الحلوة، والذكريات الجميلة. ربنا حيمن عليك بشيء. والايام الجايه هتبقى كلها حلوه. انا جبت معايا دبل الخطوبه، هنتجوز ونسافر البلد ونعيش سوا هناك. ووالدي قال لي انه يتمنى لو نسكن وياه في العزبه. واختي ليلى بتسلم عليكي ونفسها تشوفك. امال، امال، مالك يا امال؟ ابدا، بس قلبي مش قادر يتحمل السعادة دي كلها.
اللحظة دي مش محسوبة من عمري، لأني بحس فيها بالراحة والسعادة اللي كنت بتمناها. قبل ما تيجي كنت بكره الموت، لكن دلوقتي بحبه لأنه صبور عليا لغاية ما جيت. ما تقوليش كده يا أمال، أنت هتعيشي وهتتمتعي بالدنيا. لو كنت مرتاحة في الدنيا كنت بكيت عليها. الموت رحم للي زيي، لأن ربنا هيغفر لي ذنوبي، وأنت تبقى تفتكرني وتترحم عليا. أمي بنتي، أنا خفيت خلاص، دلوقتي هخرج من البيت وهسافر، بس ابقوا زوروني في العيد. الحمد لله كلكم موجودين معايا. فاكرة نينا لما كان يجي العيد وتلبسين الفستان الابيض وضفر شعري واركب المراجيح؟ كنت بحس انها بتطلع بيا لغاية السماء، والبنات الحلوة بتغني حواليا، انا سامعاهم، سامعي وحيد، صوتهم زي الملايكة.